في انتظار تفعيل خاصية التسجيل. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن خير ما نبدأ به آيات بينات من ذكر الحكيم، وبعدها نتعرض أو نستمع للنشيد الوطني. إذن سماع طيب مع بعض آيات القرآن الكريم من تلاوة القارئ والمقرئ الجزائري رياض الجزائري. إذن فلنستمع رجاء. وبشر الصابرين وبشر الصابرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن مباشرة الآن الاستماع للسلام الوطني الجزائري. إذن مرة أخرى نرحب بضيوفنا الأكارم البروفيسور بايا فاتحة، التي نهنئها بالمناسبة جراء ترقيتها إلى رتبة بروفيسور مؤخرا، متمنين لها التوفيق والسداد في بقية مهامها إن شاء الله.
والعقبة للأستاذة الدكتورة لوني ناصرة إن شاء الله، التي شرفتنا كذلك بحضورها ومشاركتها في هذه الندوة العلمية. إذن هذه الندوة العلمية التي تأتي في الذكرى 72 من إعلان العالمي لحقوق الإنسان. إذن تبادر جامعة أدرار ممثلة في المديرية الفرعية للأنشطة العلمية الثقافية والرياضية بالتنسيق مع مخبر القانون والمجتمع بكلية الحقوق والعلوم السياسية بذات الجامعة، قلت إلى تنظيم هذه الندوة العلمية حول هذه المناسبة، والتي كما قلت سيؤطرها الأساتذة الثلاثة الحاضرين معكم: الأستاذ دكتور حمليل صالح أستاذ القانون بجامعة أدرار، البروفيسور باية فاتحة أستاذة القانون العام بجامعة أدرار كذلك، والدكتورة الفاضلة لوني ناصرة وهي أستاذة القانون كذلك بجامعة البويرة. نرحب بها مرة أخرى ضيفة في جامعة أدرار وبولاية أدرار عموما. إذن قلت نجدد ترحابنا مرة أخرى بكل من حضر معنا بالسادة الإعلاميين وعلى رأسهم الإعلامي المتميز سي بالوافي عبد الرحمن بن هيبة، وكذلك الحضور المتميز لإذاعة أدرار على ما أظن ممثلة في الإعلامي كذلك المتألق فاتح عقيدي الذي أبى إلا أن يأتي ويحضر معنا ويغطي لنا هذه الندوة العلمية بهذه المناسبة. إذن مباشرة وبدون إطالة سنبدأ محاضراتنا هذه أو ندوتنا هذه بهذه المحاضرة التي سأستهلها، ولكن في الحقيقة ربما يعذرني في بعض الأحيان قد يتقطع أو تتقطع المحاضرة نتيجة دخول يعني أو قبول دخول بعض الأعضاء أو الذين يريدون المشاركة أو الحضور، لأنكم تعلمون ربما تطبيق هذا جوجل ميت تنقصه بعض ربما الميزات اللي موجودة في بعض التطبيقات الأخرى كتطبيق زوم، لذلك سأضطر ربما إلى ما نقولش قطع وإنما ربما قد يحدث تقطع بسيط في المحاضرة نتيجة قلت إعطاء الإذن لدخول الذين يريدون الحضور كما تشاهدون أو ترون الآن. إذن سنحاول معذرة دائما، يعني ما احنا نرحب بالجميع في الحقيقة، ولكن يبقى دائما لكل تطبيق سلبياته، من بين سلبيات التطبيق هذا هو هذا الإجراء هذا، لأنه احنا في الحقيقة فتحنا باب الحضور والمشاركة للجميع، يعني الدعوة عامة للجميع من أجل أن نفيد ونستفيد كذلك، من أجل أن نفيد ونستفيد. إذن قلت محاضرتي الأولى هي مدخل للمحاضرتين القادمتين اللتين سوف تؤطرهما كما قلت البروفيسور باية فاتحة والدكتورة لوني ناصرة. أنا سأحاول يعني الحديث عما يسمى بأجيال حقوق الإنسان، أجيال حقوق الإنسان دائما مع استقبال الحاضرين في هذه الندوة. إذن قلت مداخلتي أو محاضرتي هي مدخل لمحاضرتي الأستاذتين الكريمتين حول يعني أجيال حقوق الإنسان، حول تعريف حقوق الإنسان، أو قبل الحديث عن أجيال حقوق الإنسان يجدر بنا المقام أن نعرف وش هي حقوق الإنسان، بعض الخصائص التي تميز هذه الحقوق، ثم نأتي على إلى الحديث عن هذه الأجيال. إذن فيه تعريفات كثيرة لحقوق الإنسان، ولكن ربما أبرزها
أن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المكتسبة لكل إنسان على وجه الأرض بلا تحيز أو تمييز، وبغض النظر عن عرق هذا الإنسان أو جنسيته أو جنسه أو لغته أو حتى دينه. ولكل فرد في العالم له الحق أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي مساس بها، بما يضمن له العيش والكرامة والمساواة. وفي الحقيقة هذه الحقوق يشكل هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نحن بصدد إحياء ذكراه المصادفة ليوم 10 ديسمبر، تم الإعلان عنه في هذا التاريخ. إذن يشكل هذا الإعلان قاعدة هذه الحقوق. هذا الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، ويعد أول وثيقة يعني قانونية تحدد هذه الحقوق الأساسية للإنسان ووجوب حمايته عالميا، على الرغم من أن هذا الإعلان في الحقيقة يعني مجمع على أنه غير ملزم، على اعتبار أنه يعني ما فيش مصادقة لهذا الإعلان من طرف الدول، وإنما لقي قبولا عاما من كثير من دول العالم، على الرغم يعني في الحقيقة من بعض الانتقادات التي أو من بعض الاعتراضات الذي عرفه هذا الإعلان، على اعتبار أنه حين صدوره يعني أغلب دول العالم كانت مستعمرة تحت يعني نيل الاستعمار، والدول التي وضعت هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي الدول المستعمرة لتلك المستعمرة، وبالتالي ربما من هذا الجانب ألقى بعض ربما الاعتراض، إلا أنه مع مرور الوقت ومع مرور الزمن اتضح بأن هذا الإعلان صحيح، يعني عرف إجماعا وقبولا عالميين كبيرين، خصوصا مع صدور العهدين الدوليين لسنة 1966 اللي ربما جسد بنود ونصوص يعني أو مواد 30 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأصبحت لغة حقوق الإنسان مع صدور أو مع نشوء العهدين الدوليين لحقوق الإنسان أكثر قوة وأكثر إلزاما مما كان عليه الأمر من ذي قبل. وأصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. إذن حقوق الإنسان من خلال الدراسات والأبحاث التي قام بها المختصون في هذا المجال تتميز ببعض الخصائص نحاول أن نريدها على سبيل الإيجاز والاختصار. أهمها أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف. فعالمية أو مبدأ عالمية حقوق الإنسان هو حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالجميع متساو ويتمتع بحقوق الإنسان دون استثناء. وهذا الـ هذا الـ هذا الخاصية برزت وظهرت في أول يعني لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي يعني صدرت فيما بعد. كما أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، لذلك لا يجب أن يحرم أي شخص منها. غير قابلة للتصرف معناتها لا يمكن أن يحرم أي شخص من هذه الحقوق إلا في الحالات التي يعني يقيد فيها القانون ذلك ووفقا لإجراءات قانونية صارمة، كتقييد الحق في الحرية مثلا أو ربما حتى الحق في الحياة في الحقيقة الذي ربما يمكن منقوش تقييده، وإنما في حالات مثلا الحكم بالإعدام أو النص على عقوبة الإعدام في بعض الدول التي تجيز ذلك. كذلك من الخصائص التي تميز حقوق الإنسان أنها حقوق متآلفة وغير قابلة للتجزئة. فكل حقوق الإنسان
كذلك هي كذلك، لأنها متآلفة وغير قابلة للتجزئة، بمعنى أن الجميع يتمتع بمجموعة واحدة من هذه الحقوق بشكل كامل دون أي إنقاص من أي حق من هذه الحقوق. كذلك من خصائص حقوق الإنسان أنها حقوق متساوية وغير تمييزية. المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وكذا تحرر من التمييز الذي نصت عليه المادة الثانية من ذات الإعلان. والحقيقة أنه يمكن نقول أنه كل دول العالم صادقت على الأقل على معاهدة واحدة من المعاهدات التسعة الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى يعني مصادقتها كذلك على الأقل على بروتوكول واحد من البروتوكولات التسعة الاختيارية، لأنه ما نتكلم على بروتوكولات فهي وبروتوكولات هي نصوص قانونية ملحقة بالمعاهدات. ووفقا لبعض الإحصائيات التي توقفت في سنة 2012 أن هناك 80% من الدول يعني في العالم صادقت على الأقل على 4 صكوك أو أكثر، عفوا 4 صكوك أو أكثر. وبالتالي معظم دول العالم الآن أصبحت يعني تقريبا ملزمة بأغلب هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. لما نأتي إلى الحديث عن ما يسمى بالأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان، les trois générations des droits fondamentaux، في الحقيقة هذا التقسيم أو هذا التصنيف لحقوق الإنسان أشار إليه رجل القانون التشيكي كاريل فاساك من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، والذي استعمل هذا المصطلح يعني في شهر نوفمبر 1977 في مقال له نشره يعني في إحدى المجلات، ووضعت نظريته هذه أو أرست جذورها في القانون الأوروبي، قلت في سنة 1977 يعني 30 سنة تقريبا منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه هذا الفقيه القانوني التشيكي يرجع هذا التقسيم أو التصنيف للأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان إلى الشعارات أو الشعار الذي أصلته الثورة الفرنسية، شعار القائم على الحرية والمساواة والإخاء. يعني الـ 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 الأساس أو المبدأ الأول هو الحرية، يرمز إلى الجيل الأول، المساواة إلى الجيل الثاني، والإخاء أو التضامن إلى الجيل الثالث. وانعكس تأثيرها على بعض مبادئ ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعني لا نجد فيه كل هذه الأجيال الثلاثة، وإنما يقتصر الأمر على الأجيال أو الجيلين الأول والثاني. إذن بخصوص الجيل الأول من حقوق الإنسان، واللي يتسمى كذلك بالحقوق السلبية، la première génération de droit ou du, la première génération de droits de l'homme ou les trois générations de droits humains. يعني نفس الشيء. إذا الجيل الأول من حقوق الإنسان، واللي كذلك يسميها البعض بالحقوق الزرقاء، تهتم بشكل رئيسي بقضايا الحرية والمشاركة السياسية، وهي الحقوق المدنية والسياسية، واللي كما قلت صحيح جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجسدتها أكثر أو جسدها أكثر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي وهي تحمل في الحقيقة نزعة فردية أو فردانية قوية، وهي معنية بحماية الفرد من تجاوزات السلطة، وتشمل أو يشمل الجيل الأول على حقوق أساسية كثيرة، أهمها
حرية التعبير، الحق في محاكمة عادلة، حرية الأديان، حقوق الترشح والتصويت إلى غير ذلك من الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو حتى في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ثم الجيل الثاني من حقوق الإنسان، واللي تتسمى كذلك بالحقوق الإيجابية، وتتعلق بالمساواة كما سبق وأشرنا في شعار الثورة الفرنسية، وحيث بدأ الاعتراف بها من الحكومات بعد الحرب العالمية الثانية، وهي حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تعمل على ضمان ظروف ومعاملة متكافئة لجميع فئات المجتمع، وتشمل الكثير من الحقوق كحق الحصول على العمل، حق الحصول على الرعاية الصحية والسكن، والضمان الاجتماعي، وإعانة العاطلين عن العمل. وأخيرا الجيل الثالث من حقوق الإنسان، أو ما يسمى بحقوق التضامن، واللي يشار إليه كما قلنا في شعار الثورة الفرنسية بالإخاء. هذا الجيل الثالث من حقوق الإنسان يتخطى مجرد الحقوق المدنية والاجتماعية، وهذه الحقوق ذكرت في عدة ندوات واجتماعات ووثائق في القانون الدولي، كإعلان ستوكهولم للبيئة مثلا لسنة 1972، صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وكذلك إعلان ريو دي جانيرو بشأن البيئة والتنمية في سنة 1992. على الرغم من أنه هذا الجيل الثالث لا يزال إلى يومنا هذا يرسي أسسه وقواعده، لأنه لم يبنى بعد بالشكل الذي بنيت به أو بني به الجيلين السابقين الأول والثاني. وأهم هذه الحقوق، حق المفاوضات الجماعية، حق تقرير المصير، حق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الحق في بيئة صحية جيدة، الحق في الموارد الطبيعية. إذن هي كلها حقوق جماعية وتضامنية كما يشار إليها في كثير من الأحيان، على الرغم من أنه ربما الحديث قد يطول حول الانتقادات التي وجهت لهذه الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان. كتابات كثيرة في هذا المقام يمكنكم الرجوع إليها، حتى لا ربما آخذ من وقتي الأستاذتين الكريمتين. أشكركم على حسن سماعكم وبارك الله فيكم. إذن مباشرة أنتقل الآن، سنتعامل أو سنقوم بعرض المداخلات، وبعد عرض المداخلات الثلاثة سنفتح المجال للنقاش. إذن مباشرة الآن الكلمة للأستاذة الكريمة البروفيسور بايا فاتحة، فلتتفضل مشكورة. شكرا بروفيسور حمدي صالح. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد، أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. بداية يشرفني أن أرحب بزميلي البروفيسور حملي صالح من جامعة أضرار والدكتورة موني ناصرة من جامعة البويرة، وأقول سعيدة جدا بتواجدي معكما ضمن هذه الندوة العلمية التي تنعقد في هذا اليوم وفي هذا التوقيت بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر من شهر ديسمبر من كل سنة. في الحقيقة اخترت لإحياء هذه المناسبة مع السادة الحضور الكرام مداخلة تثير جدلية قانونية حول مدى وجود مقاربات بين حقوق الإنسان المصطلح الفلسفي القديم وبين الأمن الإنساني، هذا المصطلح الجديد الذي ظهر حديثا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1994. وعلي كمقدمة لهذا الموضوع أقول أن مصطلح الأمن
عرف منذ القدم، حيث ناضلت الحضارات والشعوب القديمة من أجل استقرارها الداخلي من أي عدوان خارجي. ومع تطور الزمن وظهور مفهوم الدولة الحديثة في القرن السادس عشر، وأيضا ظهور فكرة المجتمع الدولي بعد مؤتمر وستفاليا للسلام، ترسخ مفهوم الأمن القومي للدول، وتركز آنذاك على الأمن السياسي والعسكري لحدود الدول وسلامة أراضيها وسيادتها. وقد عاش مصطلح الأمن القومي لقرون ليعرف مع نهاية القرن العشرين تطورا واسعا في المعنى، أطلق عليه في الدراسات الأمنية والسياسية مصطلح الأمن الإنساني، حيث انتقل المفهوم من أمن الحدود وسيادة الدول على أقاليمها إلى أمن الأفراد داخل هذه الدول. وجاء في الحقيقة الأمر هذا التطور مقترنا بتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الهادفين إلى تأمين حقوق الأفراد في زمني السلم والحرب. كما جاء هذا التطور مقترنا بحتمية وجوب تدخل الدول بتحسين الوضع السياسي الديمقراطي في بلدانها أو في أوطانها، وخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في الدول، ودفع عجلتها نحو التنمية المستدامة للجيل الحاضر وللأجيال المستقبلية. وقد عبر رئيس الوزراء الأمريكي أثناء عقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو لسنة 1945 بمناسبة إنشاء هيئة الأمم المتحدة عن إمكانية أن يتطور مفهوم الأمن القومي إلى الأمن الإنساني بقوله: إن معركة السلم يتعين خوضها على الجهتين، الأولى من جهة الأمن والتي يقصد بها التحرر من الخوف، والثانية من الجهة الاقتصادية والتي يقصد بها التحرر من الحاجة. وقد اهتم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1994 في تقريره عن التنمية البشرية بموضوع الأمن الإنساني، وأكد على الدول وجوب التخلص من كافة ما يهدد أمن أفرادها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال التركيز على الإصلاح المؤسسات للهيئات الأمنية القائمة في البلد والمشاركة في إنشاء مؤسسات أمنية جديدة على المستويات الإقليمية القارية والعالمية، مع البحث عن سبل تنفيذ ما هو قائم من معاهدات دولية تهدف إلى تحقيق أمن الأفراد، وهو في الحقيقة الأمر ما لا يمكن تحقيقه بمعزل عن أمن الدول. وفي تقرير يعني صادر عن اللجنة الدولية الخاصة بالتدخل وسيادة الدول لسنة 2001، اعتبرت هذه اللجنة أن الأمن الإنساني يكتمل عند تحقيق أمن الناس في سلامتهم البدنية ورفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية، واحترام كرامتهم وقدرهم كبشر، وحماية حقوق الإنسان المملوكة لهم وحرياتهم الأساسية. والأمن الإنساني في حقيقة الأمر ما هو إلا حالة شاملة تسمح للأفراد بأن يعيشوا في السلم متحررين من الأخطار، ويشاركون بفاعلية في تسيير شؤونهم العامة، كما يتمتعون بحقوقهم الأساسية ويتمكنون من الوصول إلى الموارد الأساسية، ويعيشون في بيئة صحية تحقق لهم الرفاهية. وفي هذا الصدد نوهت لجنة الأمن الإنساني إلى أن أمن الإنسان نصل إليه عندما نحمي الجوهر الحيوي لحياة البشر بطرق تعزز حريات الإنسان وتحقق له ذاته، وأن الجوهر الحيوي لحياة البشر يكمن في مجموعة الحقوق والحريات الأولية التي يتمتع بها الأفراد. وبالتالي يعني فالانتقال من الحديث عن أمن الدولة إلى أمن الأفراد يقودنا ويقود الباحثين للتساؤل عن مدى وجود مقاربات بين حقوق الإنسان والأمن الإنساني، ويدفعنا للبحث في نوعية العلاقة التي تحكم الأمن الإنساني بحقوق الإنسان. هل هي علاقة الكل بالجزء أم هي علاقة تكاملية طردية؟ والجواب هو أن يعني إعادة إحياء مفهوم الأمن الإنساني على يد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1994 يمثل اعترافا دوليا بأولوية أمن الأفراد.
وأمن هؤلاء في الحقيقة يتحقق بالاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا بحقوق الجيل الثالث وعلى رأسها مراعاة البيئة في جوانب التنمية. فالحقوق مثلا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي سوف توفر للإنسان فرص العمل في القطاع العام والخاص، وتوفر له التعليم والتكوين وإبراز المواهب والطاقات وتوظيفها فيما يخدم المجتمع والإنسان، كما توفر له التأمينات عن العجز في الكبر بما يضمن له العيش الكريم، وسوف تبعد عنه شبح البطالة والجوع والفقر والعراء والتشرد، وأيضا سوف تؤمن الإنسان من الأمية وتوفر له تكاليف العلاج والتأمين الاجتماعي، كما توفر له بيئة نظيفة قوام التنمية فيها هو الاعتماد على الطاقات المتجددة غير الملوثة لضمان حياة أفضل للأجيال الحاضرة والمستقبلية ولضمان الصحة والرفاهية. كما أن الحقوق السياسية والمدنية تعطي للإنسان شعورا بالأمن على وجود الديمقراطية بأشكالها في بلده، والتي تسمح له في نهاية الأمر بدرء بؤر الفساد والبيروقراطية من الإدارات ومن الخدمة العمومية، وتسمح له بالمشاركة في التنمية الوطنية والمحلية. أيضا الحقوق المدنية والسياسية تسمح للإنسان بالحرية في التعبير عن رأيه دون التعرض للقمع أو الإيذاء من جانب النظام الحاكم، والمشاركة في الأحداث السياسية واتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الشعب والأفراد، باعتبار أن ذلك حق أصيل للمواطن، والحق في الحصول على المعلومات عن سياسة الدولة، وأن تكون إرادة الشعب هي مصدر كل سلطة، وضمان عدم التدخل التعسفي في الحياة الخاصة للإنسان وحماية الملكية الخاصة. لهذا اهتمت في حقيقة الأمر الإعلانات والمواثيق الدولية العالمية والإقليمية بالنص على حقوق الإنسان كمقومات للأمن الإنساني للأفراد، إذ مثلا بالرجوع إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغم عدم إلزاميته القانونية، ويعني محافظة على الإلزامية الأدبية إن صح التعبير، نجد في المادة 25 ينص على أنه لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله حق تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والترمل والشيخوخة والعجز وغير ذلك من أسباب فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. فهذا النص لوحده كمثال إذا ما جسد على أرض الواقع سوف يؤمن للإنسان في حياته وفي صحتي وفي العيش الكريم المضمون بوفرة الغذاء والمسكن والملبس والعمل والتأمين على البطالة والشيخوخة وحتى التأمين عن الوفاة. أيضا برجوعنا إلى الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن المادة 11 التي تنص على أنه تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في مستوى مناسب لنفسه وعائلته، بما في ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكن، وكذلك في تحسين أجر المعيشة بصفة مستمرة، وتقوم الدول الأطراف باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحقيق هذا الحق مع الإقرار بالأهمية الخاصة للتعاون الدولي القائم في هذا الصدد. هناك أيضا نصوص أخرى، مثلا نص في دستور منظمة الأغذية والزراعة، حيث ورد في الديباجة أن الأمم المقرة لهذا الدستور قد عقدت العزم على توطيد الرفاهية المشتركة بدعم العمل الفردي والجماعي من أجل رفع مستويات التغذية والمعيشة للشعوب الخاضعة لولايتها. وبالرجوع إلى المادة الأولى مثلا من الإعلان ستوكهولم سنة 1972، تقول أن للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية وفي بيئة محيطة به تسمح له بالحياة في كرامة ورفاهية. من هذه النصوص يعني وغيرها، يعني لا يسع المقام لذكرها كلها، نلاحظ أنه لا هناك علاقة طردية وطيدة بين موضوع حقوق الإنسان والأمن الإنساني، حيث يكمل أحدهما الآخر. فلا يمكن الحديث عن أمن إنساني وعن تنمية مستدامة في ظل انعدام حقوق الإنسان في مجتمع ما.
وأيضا لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في مجتمع فاقد للأمن الإنساني بأبعاده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأيضا المدنية والسياسية والبيئية والتنموية. فوجود الأمن الإنساني مقترنا بالحقوق والحريات يؤمن مجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة وفي الصحة، اللذان يتأتيا بتأمين الغذاء، بتأمين بيئة نظيفة سليمة، بتأمين الصحة، بتأمين المجتمع من الجرائم يعني بأشكالها، يعني بما يهضر الحقوق والحريات المكرسة يعني دستوريا في أي بلد ما. يعني وعليه إن مفهوم الإنسان في حقيقة الأمر اليوم لم يعد قاصرا على الاستقلال السياسي للدولة وتأمين حدودها البرية والجوية والبحرية عسكريا، بل تجاوز المفهوم إلى تأمين الحقوق والحريات العامة للأفراد المنصوص عليها بموجب المواثيق والإعلانات الدولية وبموجب الدساتير الدول التي تحتل المرتبة الأولى في هرم التشريع. ثم أن المفهوم الجديد للأمن الإنساني قد تداخل مع مفهوم حقوق الإنسان وباتت العلاقة بينهما طردية، حيث لا يمكن الحديث عن أحدهما بمعزل عن الآخر. وكذلك إن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك حقوق الجيل الثالث المتمثلة في التنمية المستدامة وحماية البيئة وحق تقرير المصير كلها تمثل أبعاد للأمن الإنساني الذي يكتمل معناه ويرسخ على أرض الواقع بهذه الأبعاد. لهذا وصفوة القول لمداخلتي أقول إن التكامل بين حقوق الإنسان والأمن الإنساني يبرز في نقاط عديدة، أهمها أن الناس بإمكانهم الاستمتاع بالأمن الإنساني بجميع أبعاده عندما يكونوا واثقين بأن حقوق والحريات التي منحت لهم اليوم هي مجسدة على أرض الواقع ولن يفقدوها غدا. إذا أعيد الكلمة للسيد رئيس الجلسة بروفيسور حمدي صلاح، وأشكر الجميع على كرم الاستماع. شكرا. إذا شكرا جزيلا دكتورة البروفيسور بايا فاتحة على هذه المداخلة الطيبة، وفي نفس الوقت أغتنم الفرصة لأرحب بالسادة الذين التحقوا بنا الآن. أستاذ الدكتور مولاي محمد بروفيسور علم المكتبات بجامعة أدرار، الإعلامي المتميز سي بوبكر العربي. السلام ورحمة الله عليك. سلام. قلت الإعلامي كذلك سي بوبكر العربي، إعلامي بإذاعة أدرار ونائب رئيس مجلس الشعبي الولائي ورئيس لجنة الإعلام والاتصال بذات المجلس. شكرا دكتور. كذلك الدكتور الحسن حرمة، إعلامي بإذاعة أدرار وهو في نفس الوقت طالب دكتوراه في العلوم السياسية، نرحب به كثيرا. قلت اللذان ينضمان إلى إعلاميين السابقين السي عبد الرحمن بالوافي، وكذلك على ما أظن عقيد فاتح. إذن نرحب بكم جميعا في هذه الندوة العلمية الطيبة. إذن مباشرة قلت الكلمة الآن للدكتورة لوني ناصرة، هي أستاذة القانون بجامعة البويرة، كذلك ستتحفنا بمداخلة من مداخلات المتفرعة عن حقوق الإنسان، فلتتفضل الدكتورة مشكورة. مرحبا دكتورة. شكرا. مرحبا أستاذ، شكرا على الترحيب. أنا بدوري جد سعيدة ويشرفني أن أشارك في هذه الندوة العلمية القيمة. أرحب كذلك بالأستاذة وأهنئها بمناسبة ترقيتها إلى درجة البروفيسورة، فأقول لها ألف مبروك ومزيد من التألق والنجاح في مجال العلم والعمل إن شاء الله. كما أرحب، نعم أستاذة، كما أن أرحب كذلك بجميع الزملاء الذين التحقوا بنا في هذه الندوة العلمية، و
مشاركتنا في هذه الندوة بعموما هي في تحت عنوان المداخلة موسومة بحقوق الإنسان في دستور 2020، يعني دستور الجزائر 2020. عموما كتوضيح قبل ما ندخل في التفاصيل وذكر الحقوق، أقول أن الدستور الجزائري لسنة 2020 يعزز مكاسب حقوق الإنسان بهذه المناسبة، وهي مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادف لعشرة ديسمبر من كل سنة. اليوم يعني تتبعت الندوة الصحفية التي قام بها السيد بوزيد البروفيسور بوزيد الزهاري، الذي تكلم وصرح في الندوة الصحفية وقال أنه شعار منظمة الأمم المتحدة لهذه السنة لنتعافى بشكل أفضل ونقف من أجل حقوق الإنسان. إذن حقوق الإنسان في الجزائر نجدها في الديباجة، أولاً نصت صراحة على حقوق الإنسان، والشعب الجزائري متمسك في بحقوق الإنسان، ونجد ذلك في الديباجة مذكور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعني وكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. أضيف فقط يعني لي كمعلومة أنه منحت جائزة لهذه السنة اليوم يعني لسنة 2020 حقوق الإنسان، جائزة حقوق الإنسان منحت للأستاذ علي يحيى عبد النور، علي يحيى عبد النور، فمبارك لهذه الجائزة. إذا أدخل مباشرة في صميم الموضوع وهي حقوق الإنسان في دستور 2020. بالنسبة أركز بالنسبة لبعض النقاط الحساسة والنقاط الأساسية، عندنا أول شيء هو إدراج حكم، وهو الذي يلزم السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام العامة الدستورية ذات الصلة بحقوق الحريات الأساسية. نتساءل هنا إحنا كباحثين في حقوق الإنسان، نعلق على هذا الحكم وعلى النص الذي معترف به في الدستور، فباعتبارنا كباحثين في إطار حقوق الإنسان نعتبر هذا الحكم يعني هو البوابة، يعني كمدخل أو مفتاح إن صح التعبير إلى البوابة للحقوق والحريات بشكل عام، فهو شيء يعني إيجابي ومقبول، ونحن مع هذا الحكم، حيث أنه يتم يتم التوفيق بين الحقوق والحريات الواردة مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها الجزائر كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تجنب مخالفة التزاماتها الدولية. تجدر الإشارة فقط أنه لا يمكن أو لا تتحقق حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بفعالية من خلال إدراج شرعة حقوق الإنسان في الدستور فحسب، بل ينبغي صياغة كل قاعدة من قواعد الدستور بعناية شديدة، وهذا ما توصل إليه دستورنا الجديد، حتى نصل إلى حقيقة إلى دستور فعلي. هذا الدستور هذا يعني يرضي السلطة من جهة ويرضي كذلك حقوق الأفراد معا. مثلا نعطي مثال، مثلا فيما يخص هذا الحكم الذي نص عليه الدستور، مثلا أثناء توقيف متهم يجب أن يعلم هذا المتهم، يعني الشخص المعني بالتهمة أن يعلم بهذه التهمة المنسوبة إليه، كذلك أسباب توقيفه قبل المباشرة بالتحقيق في التحقيق، بمعنى من حق المتهم الإحاطة بالتهمة المنسوبة إليه، ولازم يعني يلزم لفهمها، لأن حق الإحاطة بالتهمة يستلزم حق الفهم، فإذا كان هناك عائق مثلا يحول دون فهم المتهم بإمكانه يعني بإمكان هذا المتهم أن يستعين بمترجم، هذا ما كرسه يعني قانون الإجراءات الجزائية المعدل يعني مؤخرا. هذه من جهة، من جهة أخرى دائما في باب الحقوق هناك نقطة مهمة جدا، وهي مبدأ النص على تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب تكون مرتبطة بحفظ النظام العام أو حماية وحقوق يعني حريات أخرى، نجدها في الدستور مكرسة. بالنسبة لهذه النقطة أو بالنسبة لهذا المحور هي مسألة يعني تقييد الحقوق والحريات، يعني تكون بموجب نص قانوني طبعا، ويكون ذلك خاصة في الحالات الاستثنائية،
أبسط مثال مثلا، حاليا في زمن كورونا ضمن جائحة كورونا لقد تم فرض يعني الحجر الصحي بصفة سواء بصفة كلية أو جزئية يعني بالجزائر وجزئي طبعا في بعض الولايات أخرى. لماذا؟ الهدف منه هو الحد من تفشي ظاهرة كورونا أو فيروس كورونا، من تفشي هذا الفيروس حفاظا على صحة المواطنين، ومن جهة أخرى تقييد لحرية التنقل. تقييد لحرية التنقل هذا الأمر يعني مرتبط بحفظ النظام العام وحماية الأفراد من صحتهم، حيث كما علمنا أن الحكومة الجزائرية أصدرت عدة مراسيم تنفيذية تتضمن يعني تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحته من أجل المصلحة العامة والحفاظ على السلامة وصحة المواطنين. هذه من جهة، من جهة أخرى نروح للحق مقدس وهو الحق في الحياة. تم دسرة الحق في الحياة في الدستور الجديد وهو حق مقدس للإنسان وعليه، فإن هذا الحق أكيد يعني هو أقدس الحقوق جميع يعني جميع الحقوق، وهو نقول أنه حق غير قابل للتأويل أي تأويل. فموضوع الحق في الحياة له علاقة كذلك بموضوع عقوبة الإعدام وكذلك جريمة الإجهاض التي يعاقب عليها القانون، وهو أول حق يجب أن يضمنه الإنسان أو يضمن للإنسان وهو لا يزال جنينا في بطن أمه. إذن الحق في الحياة يجب على الدولة أن تضمنه لمواطنيها سواء أثناء السلم أو أثناء الحرب. أما الإعدام في الجزائر لا يوجد، عكس ما في بعض الدول مثلا نعطي مثال الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اليابان والصين وإيران، كلها دول لا تزال متمسكة بعقوبة الإعدام يعني تشريعا وممارسة. بالإضافة إلى دسترة الحق يعني في الحياة، هناك يعني الحق في الحياة مرتبط بالسلامة الجسدية، حيث أنه لا يجب المساس بسلامة الإنسان جسم الإنسان أيضا. لماذا؟ لأنه جسم الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به بعد يعني هذه الأمور تعد جريمة يعاقب عليه القانون. حق آخر كذلك يمكن أن وهو الحق في الكرامة، مرتبط كذلك بالحق في الحياة. الحق في الكرامة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وارد في النصوص الدولية، مثلا في المواثيق الدولية فهو مقرر، قررته المواثيق الدولية، فلا يجوز إهدار الكرامة للإنسان أو الحط من قدره ومكانته بين الناس، سواء حدث ذلك من أفراد آخرين أو حدث من إحدى سلطات الدولة أو ممثليها. بمقتضى نص دستوري يلزم على الدولة أولا أن تكون يعني قادرة وتكون لها القدوة في احترامها لكرامة الإنسان، كما كذلك يلزمها بحماية هذه الكرامة من كل اعتداء ومن كل إهانة. هذه بالنسبة للحق بالكرامة المرتبطة بالحق في الحياة. عندنا حق ثاني كذلك وهي مسألة حساسة ونقطة يعني نقدر نقول أنها جزئية ولكن مهمة في المجتمع الجزائري، وهي حماية المرأة من كل أشكال العنف. لقد نص عليها الدستور الجزائري الجديد في سنة 2020، حيث أن كما هو معروف أن المجتمع الجزائري هناك عنف فيه ممارس ضد المرأة، وهي ظاهرة يعني شاملة مست جميع النساء باختلاف أعمارهن وثقافتهن وأوضاعهن الاقتصادية وكذلك الاجتماعية. وبالنسبة للعنف هناك أشكال عديدة، وبالخصوص نذكر على سبيل يعني الخصوص عندنا العنف النفسي، العنف الجسدي، فهي آفة مشوهة جسديا نفسيا، إذ تبينت من معظم يعني الدراسات أن مثلا في الأسرة نجد الزوج هو الشخص المعتدي في أغلب الحالات، ومعظم هذه الاعتداءات يعني تكون وقعت في فضاء الأسرة الجزائرية. السيد رئيس الجمهورية لقد أكد التزامه أو بتجديد التزامه على تمكين المرأة الجزائرية وتحسين وضعيتها وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف ودعمها ومرافقتها، وأن السيد رئيس الجمهورية وأنه حريص كل الحرص على استمرارية المرأة في تقليد المناصب والمسؤولية في مؤسسة الدولة ودفع بدورها
في الساحة السياسية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بما يتطابق مع الثوابت الوطنية. هذه بالنسبة لي المادة التي تدعو يعني لحماية المرأة المكرسة في الدستور. حماية كذلك ليس فقط المرأة وكذلك المواطن، المواطن نذكر فيه الأطفال، يعني نذكر فيه الشيوخ العاجزة مثلا، وهي منصوصة في الدستور، وهي حق حماية يعني حماية المواطن من كل أشكال العنف خاصة الأطفال والمرأة وقلنا والعجزة من جهة، ومن ناحية أخرى أو من جهة أخرى التكفل الاجتماعي للنفس بضحايا العنف خاصة يعني النساء والأطفال وكذلك العجزة، وتمكينهم من الاستفادة من هياكل الاستقبال وحماية حقوقهم القانونية. لماذا؟ للطعن يعني في الآجال القانونية. إذا هذه بالنسبة للحقوق. عندنا كذلك نزيد مثال حق ثاني وهو أثار يعني عدة يعني تساؤلات، وهي حماية أو الحرية، وهي حماية المعتقد أو حماية ممارسة العبادات دون تمييز. تجدر الإشارة أن حماية المعتقد هو حق محمي بموجب الاتفاقيات والإعلانات الدولية، فلكل إنسان الحق أن يدين بدين ما، وله الحرية في اعتناق ذلك الدين أو ذلك المعتقد يختاره، وحريته في إظهار معتقده، وذلك بالتعبد والممارسة والتعامل أو التعلم طبعا دون أي إكراه. في يعني في الجزائر نقدر نقولوا بلي حماية حرية المعتقد وحرية الرأي مضمونة بما لا يتعارض بالشرط، بما لا يتعارض مع نص المادة 2 المنصوص عليها كذلك في الدستور، وهي أنه الإسلام دين الدولة. بالنسبة لهذه النقطة وهي حماية أو ممارسة العبادات دون تمييز في الدول الإسلامية، يعني في بصفة عامة هي مضمونة ومكفولة في الكتاب والسنة النبوية، ولكن هناك شروط حيث أنه يضعها الحاكم المسلم إذ يحدد أماكن ممارسة العبادة دون الإخلال يعني بالنظام الإسلامي. كذلك عندنا نقطة مهمة يعني حاولت يعني الاختصار، ولكن في النقاط ما قدرش اختصر فيهم على سبيل المثال، مذكورة في الدستور ولكن نوضحها لإخواننا يعني المتتبعين في هذه الندوة، وأشكرهم كل من التحق بهذه الندوة. عندنا إقرار في الدستور، لقد تم إقرار مبدأ التصريح بالنسبة لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي، مهم جدا. من قبل ما كانش هذا الحكم، ولكن يعني كيفية الحل سوف أحاول أن أشرح. بالنسبة للمجتمع الجزائري أو المجتمع المدني في الجزائر بهذا هذا الموضوع، يعني تم إقرار مبدأ التصريح بإنشاء الجمعيات من جهة وتشجيعها، هذا يتطلب منا يعني إعطاء تعريف جامع للجمعيات، ونذكرها في إطار التعاون بين الأشخاص لتحقيق أهداف معينة، وتكون هذه الأهداف مشروعة لا يندرج في مثلا الهدف منها هو جني الأرباح، وتخضع هذه الجمعيات للقواعد العامة للالتزامات والعقود. ففي المجتمع الجزائري نجد المجتمع المدني، نعطي مثال بسيط وهو ما عشناه يعني في جائحة كورونا، تبين عملها في الميدان، حيث أن الشباب يعني تضامن فيما بينه والعمل الجمعوي لتوعية الناس شيء جميل جدا في خدمة البلاد والعباد. ففي ظل الجائحة أظهر يعني الشباب أو دوره ووعيهم في الميدان على يعني أرض الواقع، حيث تم تقريبا تأسيس 1300 جمعية محلية على مستوى البلديات. هي هذه يعني الفترة الصحية التي عرفها العالم عموما والجزائر خاصة، ما قام هؤلاء الأشخاص بتوعية الناس وباتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بإلزامية ارتداء الكمامات واحترام يعني التباعد الجسدي أو التباعد الاجتماعي. بالنسبة لحل الجمعيات أركز على هذه النقطة لأنها مهمة جدا، وجب يعني العمل الجمعوي أثناء عمل جمعية أي كان، فيه يعني عوامل تتحكم فيه هو عوامل قانوني وعوامل إجرائي، من بين هذا الإجرائي هو التصريح لا ديكلاراسيون. الجانب هذا الإداري هو معروف، وهو المعامل مثلا في الشركات والعمل، ولكن العمل الميداني
التقني أي سيرورة هذه النشاطات البشرية والبرامج على أرض الواقع. هذا القرار القضائي الذي نجد أنه وجب، يعني عندما القاضي يصدر حكم قضائي بتصريح بهذا الجميع يجب القاضي يكون ملم بكل الإشكالات التي تخص حالة حل الجمعية في الجزائر، وعليه القاضي لازم يدرس الحالة كما هي ويعرف الأسباب حتى يصدر قرار تحل الجمعية، ويكون هذا الحل يكون بقرار قضائي من قبل القاضي. كذلك بالنسبة للحقوق والحقوق الأساسية، طبعا عندنا حق جديد جاء في الدستور تاع 2020 وهو الحق في الماء. شيء جميل جدا أن نلقاوها بهذا الحق، وهو الحق في الماء الذي يعني هذا الحق كان وارد منذ سنين في الاتفاقيات الدولية، ولكن هذا العام 2020 تمت دسترته في الدستور، فكرسه باعتبار الحق في الماء هو حق من حقوق الإنسان، حيث أن الماء يعني هو الحياة. اليوم الحق في الماء عنصر جوهري في حياة الإنسان، فهو مصدر حياته مصداقا لقوله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الآية 30 من سورة الأنبياء. نضيف كذلك بالقول في هذه المادة أو شرح المادة، حيث أن نص تكريس الحق في الحصول على الماء يكون نقي طبعا للشرب إلى غير ذلك، مع تعزيز المادة صريحة تقول باللي مع تعزيز السياسة العامة للتنمية المستدامة وترشيد استغلاله والمحافظة عليه للأجيال القادمة. إلى جانب هذه الحقوق نجد أنه هناك يعني في محور الحقوق أهم يعني الحقوق التي ذكرتها، هذا لا يعني أنه لا توجد نقائص، ولكن هناك نقائص، لكن يبقى دائما عفوا المشكل يعني في الحقيقة ليس في كتابة الدستور في حد ذاته، وإنما في مدى تحقيق النقلة أو النهضة المأمولة المنتظرة في بلادنا. وختاما أقول أنه الإرادة الفاعلة هي الإرادة في النفوس وليست في النصوص. أعتذر إذا أشكر الجميع على الإصغاء والمتابعة. شكرا، أعيد لك الكلمة الأستاذ حمليل. شكرا. شكرا إذن للدكتورة لوني ناصرة على هذه الاستفادة في الحديث، لولا ربما في بعض أحيان ضيق الوقت إنه كنا قررنا من قبل أن تكون أو أن يكون لكل متدخل حوالي 20 دقيقة، والحديث ذو شجون يعني في قضايا حقوق الإنسان، ولكن أردنا يعني من هذه الندوة فقط أن تكون هناك لمسة لإحياء هذه الذكرى 72 للإعلان أو لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومدى مساهمتنا نحن الباحثون والأساتذة وطلبة الدكتوراه والمهتمون والإعلاميون كذلك من أجل في الحقيقة الإثراء. ربما لم نتعرض للشق المتعلق بالانتقادات، لأنه صحيح يعني أنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من مواثيق ومعاهدات وبروتوكولات وندوات ولقاءات دولية لقي، احنا نقول لقي هذا القبول العام من كثير من دول العالم، ولكن مع ذلك هناك يعني كذلك طائفة لا بأس بها من الباحثين والمختصين من انتقدوا وعارضوا الكثير من نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمشكلة ربما التي ربما تكلمنا عليها عن ما يسمى بالأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان التي لقيت كذلك معارضة من قبل بعض المهتمين في هذا المجال ومختصين في قضايا حقوق الإنسان، مشكلة ربما ليست نظرية بقدر ما هي إسقاطات الحقوق على الحياة
الواقعية للبشر وما نعيشه يعني من تناقضات، من تناقضات، تناقضات ممن يعني صنع وأنشأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق، ومن يدعون يعني حمل راية الدفاع عن حقوق الإنسان. يعني هذا هو الإشكال الذي دفع بالمختصين والباحثين إلى القول بأن ربما، وإن كان ربما يعتبره البعض بأنها آراء شاذة، إلا أن الكثير من هؤلاء المهتمون يرون بأن هذه الإعلانات وهذه المواثيق وهذه الندوات يعني ما هي إلا صورة أو واجهة يستخدمها ويستعملها كبار القوم في العالم من أجل السيطرة على ضعفائهم. الحقيقة الحديث قلت يعني حول هذه المسألة وهذه النقطة يعني تسيل لعاب الكثير يعني ممن هم من ذوي الاختصاص في هذا المجال. في الحقيقة قلت لولا ضيق الوقت ولولا الندوة التي ستأتي فيما بعد لا ربما فتحنا المجال واسعا للنقاش حول هذه المسألة الشائكة والعميقة. إذن سنعطي بعض الوقت يعني للسادة الحضور ممن يريد أن يتدخل باختصار شديد، سواء في طرح سؤال أو تعقيب أو ربما توضيح لبعض النقاط والمسائل، فليتفضل مشكورا برفع اليد الإلكترونية يعني إذا شئتم. إذن السي أبو بكر العربي الإعلامي المتميز من ولاية أدرار، تفضل سي أبو بكر. تفعيل الصوت رجاء سي أبو بكر، الصوت، تفعيل الصوت. نعم، ما زال الصوت لم يفعل بعد. سي أبو بكر لا نسمعك. أيوة جيد. نعم، شكرا للمشاهد الكريم. الشكر موصول لك ولمؤطري هذه الندوة ولكل المشاركين والمتتبعين. في الحقيقة الموضوع مهم ومهم جدا، خاصة ونحن في مرحلة نعتقد أنها مهمة ومهمة جدا في تاريخ الجزائر، كونها تفصل بين مرحلتين، مرحلة مضت ومرحلة قادمة نأمل أن تكون فيها حقوق الإنسان مصانة ومحترمة ومدافع عنها. خاصة والجزائر اليوم تحتوي على العديد من الجمعيات والروابط التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، هذا فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فقط سؤالي الموجه للإخوة مؤطري هذه الندوة الأستاذة فتيحة بايا وأيضا الأستاذة من المدية أعتقد. نعم هذا نعم، وإليك أنت أيضا، يتعلق كيف كانت أو كيف تناولت الدساتير الجزائرية حقوق الإنسان، حقوق الإنسان كيف تناولت، وهل تعتقدون أن حقوق الإنسان في الجزائر ستكون خلال المرحلة المقبلة محترمة من الجميع، وتصدر تقارير من طرف الجمعيات والرابطات الوطنية لدى الجهات الوصية؟ هذا ما أردت أن، شكرا لك. شكرا سي أبو بكر العربي على هذا السؤال. إذا كان فيه سؤال آخر أو توضيح يعني من قبل السادة الحاضرين، هناك رفع أيادي كثيرة، لا أدري، ربما نعطي الكلمة لأبو الستار شاكر. يعني رجاء تقديم نفسك أستاذ أبو الستار شاكر، على ما يبدو أنه ليس من الجزائر. يعني نقدم السادة الضيوف من خارج الجزائر إذا أمكن. الأستاذ عبد الستار شاكر لا نسمعك إذا كنت نعم. السلام عليكم. مرحبا، أنا من العراق، أستاذ دكتور عبد الستار شاكر، رئيس ما شاء الله. مرحبا للمكتبات، مرحباً والمعلومات، وعميد كلية المنصورة الجامعة.
ما شاء الله ما شاء الله، مرحبا بكم في الجزائر في بلدكم الثاني. الله يخليك، شكرا لكم على هذا الموضوع الشيق والمهم جدا في حياة ليس فقط الجزائر وإنما جميع الدول العربية والدول النامية. الحقيقة مثل ما تحدثت الدكتورة لونا أنه هناك قوانين نصوص وليس في النفوس، لكن اللي نلاحظ أنه الكثير من النصوص اللي موجودة تحدثت عن حقوق الإنسان سواء البرنامج العالمي أو في الدساتير العربية، يعني في الجزائر في العراق في كل الدول العربية، هناك كم من النصوص التي تعطي للإنسان حقه ومصان حقه، لكن عندما نأتي إلى التطبيق نلاحظ أن الإنسان العربي كثير من الحقوق لديه مسلوبة، ليس من الحكومات وإنما من الشخص الذي ينفذ ذلك سواء كان موظفاً أو مديراً أو في أي مكان وحتى في داخل العائلة الواحدة. لذلك نحتاج إلى وعي كبير جداً بهذا الخصوص، ويكون التطبيق والتنفيذ قبل أن نلقي هذه النصوص على المجتمع. وأعتقد الجميع يشاركني في هذا الموضوع، نحن بحاجة إلى أن يكون لمجتمعنا العربي هذه الخصوصية، لأنه لدينا الدين الإسلامي ولدينا أيضا الشرائع الأخرى، كل الديانات أكدت على حقوق الإنسان، الديانة المسلمة، الديانة المسيحية، اليهودية، وحتى من ليس لديه دين، لأنه للإنسان مكرم من الله سبحانه وتعالى، فكيف لأخيه الإنسان أن يسلب هذا الحق؟ ما أطيل عليكم، شكرا على هذه الندوة الممتازة والمتميزة، وشكرا للمتداخلين، وشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله الجميع بخير وسلامة، وحمد لله على سلامتكم. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل عبد الستار، شاكر على هذا التدخل الطيب الكريم من بلدنا الثاني العراق الشقيق، نتمنى له دوام الأمن والاستقرار إن شاء الله تعالى. إذا كان فيه سؤال آخر، سي رشيد سرقما، عبد الرشيد سرقما، تفضل سي رشيد سرقما، تفضل. سرقما الصوت غير مفعل، إذا كان تسمعنا الصوت سي رشيد سرقما. معذرة، يعني أنا للأسف يعني الصوت اللي كان عندي معطل. إذا حمزة الحبق تفضل رجاء، تفضل حمزة الحبق. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا الدكتور حمليل على إتاحة لنا هذه الفرصة لإطراء النقاش، وكما لا يفوتني أن أشكر البروفيسور بايا فتيحة والدكتور لوني ناصير على مداخلتهما القيمة، الحقيقة استفدنا كثيرا من المداخلة نتاعهم. سؤالي برك موجه للدكتورة لوني ناصرة، يعني بخصوص يعني كانت قد عرجت على الحق في الحياة في الدستور الجزائري، الدستور ديسمبر 2020. يعني أنا نشوف بلي هناك ربما كاين تناقض فيما يخص يعني إسقاط الحكم الإعدام، تطبيق الحكم الإعدام وعلاقته بالحق في الحياة المنصوص عليه دستوريا. أنا شفنا يعني تناقض صارخ بخصوص هذه الحالة، لأنه لو سلمنا بالحق في الحياة على المعتدي، على القائم بالجرم، وخاصة أقصد جريمة القتل، فكيف الحال هو للمعتدى عليه يعني والمقتول، أليس هو كذلك له الحق في الحياة؟ دونك سما هنا نكون أمام يعني تناقض صارخ فيما يخص هذه النقطة بالذات التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الجزائرية.
وكان بودي ان الدكتوره لوني ناصره ان تعرج لنا على واسقاط حقوق الانسان يعني على الواقع الحالي، خصوصا مع الضجه الكبيره التي احدثها البرلمان الاوروبي بخصوص تعليقه والتوصيات التي كان قد اصدرها بخصوص وضعيه حقوق الانسان في الجزائر. اذا كان ربما تعطينا توطئه ربما ولا. شكرا دكتور. شكرا سي لحبق حمزه على هذه الاسئله الوجيهه. اذا سي رشيد سرقما اذا كنت تسمعنا الكلمه لك، انت رفعت يدك، تفضل. إذا كنت تسمعنا فعل خاصية الصوت، وإلا ننتقل إلى إذاعة أضرار ومن يمثلها. إذاعة أضرار التي تحضر معنا في تغطية خاصة ومتميزة لأشغال هذه الندوة، مشكورين على هذا الاهتمام. إذا كنت تسمعنا، لا أدري إن كان عقيدي فاتح أو غيره، على أساس رفع اليد، وإلا سننتقل. دكتور عبد القادر، بروفيسور عبد القادر بوعزة، نتشرف بحضورك معنا في هذا الندوة. إذا كان ممكن يمكن أن تتدخل شفويا لأني قرأت، وإذا أردت أن نكتفي بسؤالك الكتابي فلا بأس، يعني لك الاختيار ولك الحرية. إذا أنت دكتور أو بروفيسور عبد القادر بوعزة، مشكور على هذا الحضور الخاص من طرفكم. سؤال الدكتورة لوني ناصرة، رغم اعتبار الحصول على الماء حق أساسي للإنسان باعتبار أن الماء مصدر الحياة، فلماذا تقوم مؤخرا بحروب جديدة تسمى بالحروب على المياه؟ هذا سؤال من طرف البروفيسور عبد القادر بوعزة، مشكور للدكتورة لوني ناصرة. سؤال جرادة، حقوق الإنسان محترمة من قبل دول الغرب على شعوبها، إلا أن دولنا وحكومتها إلا عندما يكون تقرر حقوق الإنسان أن هناك انتهاكات. السؤال لم أفهمه جيدا، أظن الجميع يرى ما هو مكتوب في خانة الكتابة اليدوية. إذا ما فيش ربما أسئلة أخرى، ننتقل مباشرة إلى الإجابات المختصرة. في الحقيقة أنا سأحاول ربما باختصار شديد نتكلم على يعني فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. يعني ربما أنا أخوف ما أخاف منه حين إقرار حق الحياة في الدستور يعني الجديد الذي لم يصدر بعد في الحقيقة، لأنه لا زلنا نتعامل بالدستور 96 وتعديلاته. يعني أخوف ما أخاف منه أن تلغى عقوبة الإعدام في الجزائر، يعني بالاستناد إلى هذا الحق الذي أقره دستور 2000. الآن يبقى كما أشرت إلى ذلك السي لحبق حمزة، صحيح يعني أنه كما للمقتول وعائلته الاحتفاظ بحق الحياة لمقتولهم أو إلى غير ذلك، كذلك بمعنى آخر، يعني بمعنى آخر إذا كنتم معذرة دقيقة، رجاء لمن قام بالمشاركة إلغاء المشاركة حتى لا. أيوة شكرا. إذا قلت هو ربما مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان في العالم اللي تنادي بضرورة إلغاء عقوبات الإعدام، وصحيح يعني أنه كثير من دول العالم ألغت عقوبات الإعدام، من بينها الجزائر ألغت عقوبات الإعدام في جرائم الأموال. يعني ما كانش الآن ربما على ما أظن ما فيش عقوبة إعدام في جرائم الأموال ما عدا في جرائم القتل على وجه الخصوص، يعني من باب النفس بالنفس أو من باب القصاص. المشكلة هو أن هؤلاء الذين ينادون ب
بإلغاء عقوبة الإعدام على اعتبار أن الإعدام الذي يمارس من طرف الدولة ما هوش كجريمة القتل التي يرتكبها الشخص. الدولة حينما تمارس الإعدام معناتها تمارسه بطريقة ممنهجة بخلاف القاتل الذي يقوم بسفك دم الضحية. فهم؟ لاعتبارات يعني اعتبارات كثيرة، لذلك على هذا الأساس ينادون بضرورة إلغاء عقوبات الإعدام. ولكن مع ذلك هناك طائفة لا بأس بها في العالم، بل ودول كبرى في العالم بينها على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني ما نقولش فقط تبقي على عقوبة الإعدام، وإنما تتفنن في تسليط عقوبات الإعدام، يعني على اعتبار أنه في كل ولاية عندها قانون خاص بها، منهم من يعني من الولايات من تقتل بالغاز، ومنها من تقتل بالإبر، ومنها من تقتل بالشنق، ومن ولايات من تقتل بالرمي بالرصاص، يعني تفنن في ارتكاب يعني أو تسليط عقوبات الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية. لعلمكم كذلك ولعلم الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دول العالم التي لم تصادق على كثير من اتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، يعني ليعلم الجميع، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل. حقوق الطفل يعني ما نش نتكلموا على حقوق الناس كبار ولا حقوق الطفل، لا تزال يعني الولايات المتحدة الأمريكية إلى يومنا هذا كانت هي والصومال، الصومال صادقت عليها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد الساعة. للأسف الشديد هؤلاء الذين يدعون يعني الدفاع عن حقوق الإنسان، ماشي الدفاع فقط وإنما حتى التدخل في شؤون الدول ذات السيادة يعني باسم حقوق الإنسان، يعني علامات استفهام يعني كثيرة جدا في هذا المجال. إذن أما أترك ربما للزميلتين كلمتين الإجابة على أسئلة السادة الحضور الأخرى. إذن الكلمة لك بروفيسور بايا فاتحة. شكرا سيد الرئيس بروفيسور حمدي الصالح، يعني إضافة إلى ما تفضلت به في مسألة عقوبة الإعدام، يعني في الحقيقة الجزائر بتوقيعها على البروتوكول الإضافي الأول للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1988 قد ألغت الإعدام عمليا في الجزائر، ألغي الإعدام عمليا في الجزائر رغم المحافظة عليه ضمن النص. كل شخص يصدر الآن في الجزائر في حقه عقوبة الإعدام، يعني مع استنفاذ جميع طرق الطعن العادية، يعني ويصبح الحكم باثا فيه، يودع المؤسسة العقابية أو يودع السجن، يعني يبقى أو يمكث في السجن لمدة 25 سنة، وبالنتيجة يصبح خاضع لقانون السجون، ويعني يتجرد من قانون العقوبات الذي خاطبه بعقوبة الإعدام. إذا الجزائر عملياً ألغت عقوبة الإعدام بعد توقيعها على البروتوكول أول سنة 1988 في زمن أو في عهد شاذلي بن جديد. هذه كإضافة. مسألة أخرى لابد من يعني التوضيح للسادة الحضور على أننا لما نقول حقوق وحريات، يعني ليس بالضرورة يعني كما وردت ضمن المواثيق الدولية أو ضمن دستورنا الحالي نجدها مجسدة في الواقع. فالحرية الواحدة في الدستور قد يعني هي ملك للجميع وسوف تصل إلى البعض دون الآخر، وهذه مسألة لأن القانون سوف يتدخل لتنظيمها. مثلا لما نقول للجميع الحق في العمل، ولكن الحق في العمل لن يصل للجميع من الناحية القانونية إلا لمن تتوفر فيه شروط، أولها الشهادة، السن، يعني حسب المنصب الذي يعني المرشح. وبالنتيجة الحرية العامة مملوكة دستوريا أو يمنحها الدستور للجميع، وتجسيدها سوف يمس طرف دون الآخر. هذا بطبيعة الحال لأن الحرية خاضعة للتنظيم بموجب القانون والذي سوف يقيدها ويضبطها، وهذا الشيء ما يخليش الناس تفهم. يعني دوما يطار التساؤل، الدستور ينص على حقوق وحريات وفي الواقع لقد لا يصلنا هذا الحق إلا بشكل ضئيل، لأن الأمر
الأمر يخضع إلى التنظيم، والتنظيم دوما أو القانون يقيد من الحرية العامة. سؤال هو يعني الأستاذ أبو بكر العربي في حقيقة طرح سؤالا يعني جوهريا، كيف تناولت الدساتير الجزائرية حقوق الإنسان يعني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا؟ أول شيء الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا يمكن تصنيفها إلى نوعين، دساتير من طبيعة اشتراكية ودساتير من طبيعة إن صح التعبير يعني رأسمالية. الدساتير التي كانت من طبيعة اشتراكية لما نتصفحها كلها نجدها تنص على حقوق من طبيعة جماعية اشتراكية تجسد فكر النظام أو الحزب الواحد والحقوق الجماعية والانتفاع والإيجار وغير ذلك، وكانت تلك الحقوق مقتضبة بنظر إلى الفترة المعاشة آنذاك. بالنسبة للدساتير من طبيعة تعددية حزبية بدءا من الدستور أو الدستور الحالي يعني دستورنا الحالي هو دستور 1989 بمجموع التعديلات التي شملت، نلاحظه قد وسع في نطاق الدساتير حيث كرس الملكية الخاصة بدل الملكية الجماعية، والملكية الخاصة توسعت ويعني فتحت معها العديد من الحقوق كحرية التعبير، حرية إنشاء الأحزاب، الجمعيات وغير ذلك، ونشهد من تعدين لآخر إضافة المزيد من الحريات. يعني أنا بين قوسين لا أتطفل على سؤال البروفيسور عبد القادر بوعزة الذي وجهه خصوصا للدكتورة، فقط أقول يعني أيضا البروفيسور يعني طرح سؤالا دقيقا حول نظام الحروب على المياه، رغم أن الدستور ينص عليها كحق، وقبل الدستور نجد مثلا حقوق الإنسان في جيل الثالث تتحدث على الحقوق البيئية وحقوق التنمية المستدامة، وضمنها يدخل حق الحماية المياه للجيل الحاضر والأجيال المستقبلية. لماذا من جهة ننص على هذه الحرية هذا الحق، وفي الجهة الأخرى نجد أحيانا حتى مؤسسات الدولة تساهم إن صح التعبير في هذا النوع من الحروب على هذا الحق الثمين؟ دوما المشكل يعود إلى أن الحق والحرية تبقى في صورة رخص، يبقى القانون هو من ينظمها، وفي تنظيمه لها هناك القانون العادي وهناك القانون الفرعي أو إلى غاية أن نصل إلى التعليمات. وما نعيشه في الجزائر أحيانا التعليمة تكون معارضة للنص أسمى، فهذا ما يحتاج إلى الإصلاح حتى يعني نوصل يعني يصبح الحق المنصوص عليه دستوريا يعني أكثر يعني بصورة أكثر يعني إيصالا إلى المواطن، يعني يصل إلى المواطن في جوهره في صورة قاعدة قانونية يتعامل معها. شكرا للجميع وأعيد لك الكلمة بروفيسور حميد. شكرا للأستاذة الفاضلة بايا فاتحة على هذا الرد الذي أتمناه أن يكون شافيا وافيا لمن طرح سؤاله حوله. إذا الكلمة الآن للدكتورة لوني ناصيرات، تفضل مشكورة. شكرا بروفيسور حمليل، وأشكر الجميع المتدخلين بهذه التساؤلات يعني النيرة التي تدخل في صميم الندوة، وأنا بدوري سوف أحاول أن أجيب. أبدأ من حمزة لحبق فيما يخص السؤال على الحق في الحياة. قلنا أنه هو من أقدس الحقوق التي نص عليها الدستور، قبل ذلك منصوص عليها في القرآن الكريم، لأنه الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الإنسان إلى الحياة لكي يعيش وليس لكي يموت، وعليه هذا الحق غير قابل للنزاع أو للتأويل أو لغير ذلك. فحقيقة هناك تعارض بالنسبة لسؤالك، أنه الحق في العاية يتعارض مع الحق بعقوبة الإعدام التي هي رانا يعني في هذه الآونة الأخيرة كثر الحديث عنها، ولكن عقوبة الإعدام هناك مؤيدين وهناك معارضين، لأن المعارضين لأنها تمس بالحق في الحياة أو في العيش. وعليه في رأينا نقول أنه لا يمكن تطبيق هذه العقوبة يعني في لو يعني احترمنا مبادئ القانون الدولي وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحترمنا الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن نطبق هذه العقوبة، والآن حالياً ما زال يعني لم تطبق من في الجزائر.
عكس يعني البلدان الاخرى كما الولايات المتحده الامريكيه لقلت اليابان كذلك الصين، فهي دول متمسكه بعقوبه الاعدام سواء قانونا او ممارسه يعني تطبقها يعني على ارض الواقع. الحق في الحياه هو حق قلنا وارد في الشريعه، وارد في القران الكريم، وعليه لا يمكن احنا كدوله اسلاميه في الحقيقه لا يمكن ان نطبق الاعدام، رغم ان هناك جرائم صح جرائم مثلا عندنا جرائم القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد الاعتراف الى غير ذلك، وخاصه جرائم اختطاف الاطفال القصر وقتلهم وحرقهم الى غير ذلك من الجرائم التي تظهر مؤخرا. هؤلاء الاشخاص الذين ينادون بتطبيق عقوبه الاعدام لكي يعني لتفادي تكرار هذه يعني الجرائم المنتشرة مؤخرا في المجتمع الجزائري. هذه يعني كإضافة فيما يخص الحق في الحياة أو كتفسير أو شرح لهذه المادة أو لهذه المادة المعترف بها دستوريا. سؤالك كذلك أشكره على طرح السؤال لأنه سؤال وجيه جدا، وبالنسبة لي لا حد توجور لائحة البرلمان الأوروبي. نعم رائحة البرلمان الأوروبي أنا بدوري سوف أعلق عليها في إطار حقوق الإنسان، أقول أنها لم تكن هذه اللائحة واقعية ولا حيادية. لماذا؟ لأنها لم تذكر الإيجابيات التي في الجزائر، حقوق الإنسان في الجزائر. ما نقولوش ما كاش لي دعوة دو لوم أنا الجيري، سي كاين لي دعوة دو، ولكن هي اللائحة الأوروبية ذكرت فقط السلبيات، وحتى هذه السلبيات هناك تساؤلات عديدة في 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 يعني في النقطة هذه. لو تابعنا مؤخرا عندما صرح كذلك رئيس المجلس الوطني حقوق الإنسان بوزيد الزهاري حضر على هذه اللائحة ووضح للشعب الجزائري أنه حقوق الإنسان في الجزائر يعني محترمة ومعززة، والدستور الجديد تاع 2020 يعزز مكاسب حقوق الإنسان في بلادنا. بالنسبة للسؤال الذي فيما يخص جبونس البروفيسور فيما يخص الحق في الماء، طبعا الحق في الماء هو حق لأول مرة يذكر في الدستور الجديد، وقال بأن هناك نظام الحروب على المياه، نظام الحروب على المياه أكيد هناك أسباب حتى تنوض حرب على المياه. نقول فقط في الجزائر فقط كمثال بسيط، بالنسبة للفصول عندنا فصل الشتاء يعني الماء متوفر، ماء الشرب أو ماء المهم متوفرة نظرا لتهاطل الأمطار إلى غير ذلك، ولكن في فصل الصيف يعاني يعني المجتمع نقص في المياه، حتى الحنفية تقعد يعني 15 يوم شهر كاين في بعض الأماكن يعني تطول في فصل الصيف، وخاصة في الأماكن الظل وفي الأماكن المعزولة نجد أنهم يعانون من هذا المشكل. ما نقولوش أنه رغم أنه منصوص عليه في الدستور طبعا، ولكن هناك التفعيل على أرض الواقع هناك نقص، يعني نقص فيما يخص هذه الأمور. النقطة جبونس الأستاذ الذي طرح سؤال حول حل الدساتير، دساتير الجزائر نعم عرفت منذ الاستقلال إلى يومنا هذا عرفت مجموعة من الحقوق يعني مفصلة، ليس فقط الحق في العمل، الحق في كذلك في 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 بيئة سليمة إلى غير ذلك، ولكن المشكل قلنا أنه في النهاية في الختمة أنا واش قلت بلي أنه هناك ليس هذه النصوص يعني ترسانة من النصوص، ولكن التفعيل أو أرض الواقع. احنا نطمح لان تتحقق هذه الحقوق، هذه الحقوق التي كرسها الله سبحانه وتعالى في القران، لان القران هو ضامن، هو الاول كاع اللي يضمن لحقوق الانسان، ثم يجي الدستور الذي هو من وضع الانسان. هناك اكيد اي شيء من وضع الانسان هناك نقص، ولكن نتفائل خيرا في المستقبل انه نبقى يعني او نوصلوا يعني نكونوا من بين الدول المتقدمه التي تحترم فيها حقوق الانسان في جميع يعني الميادين، والحقوق تحترم على من الحق في الحياه الى نهايه الحقوق المذكوره كاع في الدساتير. واتمنى انه درنا المام فيما يخص جاوبنا الزملاء الاكارم وهم مشكورين على تدخلاتهم،
وأشكر كذلك البروفيسور حمليل على هذه الفرصة المرة الثانية التي أتاحت لنا للمشاركة. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأتمنى لكم يعني التوفيق، وأتمنى أنكم استفدتم من الموضوع وهو موضوع حقوق الإنسان. أرجع لك الكلمة الأستاذ حمليل، تفضل أستاذ. شكرا لك دكتورة لوني ناصرة. في الحقيقة الكلام شيق والوقت ضيق، وبالتالي لا يدعنا في هذا المقام إلا أن نشكر الجميع على صبرهم وحضورهم الدائم والمتواصل. الحمد لله يعني كسبنا جمهور يعني دائم لندواتنا وجلساتنا هذه العلمية والقانونية، وهذا شيء في الحقيقة يسعدنا ويفرحنا كثيرا. لولا ضيق الوقت في الحقيقة من يريد أن يستزيد من العلم فلنا ندوة، ستالي هذه الندوة على الساعة السابعة إن شاء الله، يعني بعد أقل من نصف ساعة من الآن سنبدأ في ندوة ثانية كذلك، هي ندوة يعني بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. يعني أشكر الجميع على صبرهم وبقائهم معنا في هذه الندوة الطيبة التي نتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون قد نالت يعني رضا الجميع. الشكر موصول لكل الإعلاميين الأفاضل، سي عبد الرحمن بالوافي، سي أبو بكر العربي، إذاعة أضرار مشكورة، سي الحسن حرمة، إلى بعض الأساتذة الذين حضروا معنا حتى وإن لم يعني حتى وإن كانوا من تخصصات أخرى، وخصوا بذكر البروفيسور بوعزة عبد القادر وبعض الأساتذة الكرام، سي خاطير عبد القادر، كذلك الضيف الكريم من العراق الشقيق الأستاذ الدكتور عبد الستار شاكي الذي نتمنى أن يتواصل معنا يعني بمراسلتنا عن طريق الإيميل الذي وضعناه هنا على هامش هذه الشاشة. مرة أخرى أجدد لكم شكري، وخير ما نختم به لقاء الحكيم سيتلوها على مسامعنا القارئ الجزائري رياض الجزائري، وبعدها مقطع من النشيد أو السلام الوطني. إذن سلام. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الاستماع الآن للنشيد الوطني.
إذا على أمل اللقاء بكم في لقاء علمي آخر إن شاء الله تعالى. أقول لكم شكرا لكم، لمن أراد أن يستزيد فلنا ندوة ستأتي بعد أقل من 20 دقيقة إن شاء الله. تحياتي لكم باسمي الخاص ونيابة عن سيد مدير الجامعة باعتبارها ممثلة في هذه الندوة بواسطة المديرية الفرعية للأنشطة العلمية الثقافية. وأنقل لكم أخبار القانون والمجتمع. شكرا لكم مرة أخرى، رحمة الله تعالى وبركاته.